نختتم جولة أعمدة الرأي والمقالات بهذه الزاوية، زاوية تراسيم للكاتب عبد الباقي الظافر بأخيرة الصيحة بعنوان الناس في شنو. يبتدر الظافر زاويته بالإشارة إلى الخبر الذي ضجت به المدينة قبل أيام، والخاص بإلقاء القبض على 24 فتاة في حفل مغلق خاص بالنساء، وانتهت المخالفة إلى لا شيء عند أروقة القضاء. ويلفت الظافر إلى أنه قبل أن يجف مداد الصحف أو يهدأ بال الحكومة، كان وكيل نيابة يوقف سيدة أخرى بتهمة الزي الفاضح. ويرى الظافر أن الحكاية أيضا ستنتهي إلى لا شيء، موضحا أن تهمة ارتداء الزي الفاضح تخضع لتقديرات الشاكي وكذلك ظرف الزمان والمكان. ويزيد الكاتب بقوله: حينما يترك وكيل نيابة أو يترك عمله في حراسة العدالة ليلاحق سيدة ويشتط معها في تفاصيل الزي وطريقة المشي، هذا مؤشر على أننا في الصفحة الخطأ من التاريخ. ويمضي الكاتب إلى أن هناك قضايا كبيرة تستحق الانتباه في الميدان العدلي، ويتساءل: هل تمكنت العدالة من ملاحقة كل المفسدين لتتفرغ لمخالفات الشارع؟ ويقول: لو أن السيد وكيل النيابة المحترم زار أي شارع كبير في الخرطوم بعد صلاة المغرب لقدم اعتذارا لتلك السيدة التي أودعها الحراسة. الشرف يباع في جنح الليل وفي ملابس شرعية، وبائعات الهوى يرتدين النقاب ليس بدواعي الستر ولكن بدوافع التخفي وتضليل العدالة. ويختتم عبد الباقي زاويته قائلا: آن الأوان في تقديري لإعادة النظر في قانون النظام العام الذي لم يحقق مقاصد الشرع في تحقيق مصالح المجتمع، بل بات مصدر إزعاج لسيادة الدولة في المحافل الدولية. ومن الأفضل أن تحدد آليات المجتمع تحدد الزي اللائق. ويختتم الكاتب زاويته قائلا: ستظل الحكومة في حالة لهث وهي تحاول وضع مواصفة الزي اللائق الذي وضعه السودانيون منذ زمن طويل.